وأنا أضرب لك مثال. تفضل. أبغى أضرب قصة، قصة قد يستغرب الجمهور منها ولكنها حقيقة. نعم. وحصلت في المجمعة، وحصلت يعني في الأربعينات الهجرية، أن جاء حاج باكستاني على يمشي على قدميه ومعه بوصلة يعرف الطريق ومعه كتب أردو، فنزل في المجمعة وهو في طريقه إلى مكة، فاكتشف يعني انتشر خبره، وبعد استجوابه من المشايخ وقتها تبين أنه ساحر، لأن معه حديدة تتجه اتجاه واحد وين ما درتها، وأن معه طلاسم لأن كتب أردو وهم يعرفون الأردو، فحكم عليه قضاء بالقتل فقتل في المجمعة. طبعا هذا الحدث، هذا حدث حقيقة وموجود، والذي قتل حي القاتل الذي نفذ حكم الشرع فيه، ما يسمى بحكم الشرع فيه حي، يعني ممكن الرجوع إليه. الكلام هنا لما أقول هذه الحادثة على غربتها، اليوم في مواجهة ما عندنا من تطورات وعندنا مستجدات، هناك مواقف تتشابه مع الحالة.